مرض الفشل الكلوي، شريحة من المجتمع ابتليت بهذا المرض مما دفعهم إلى عملية الغسيل الكلوي بصورة مستمرة ومنتظمة جراء توقف الكليتين عن عملهما بصورة جزئية أو نهائية. ومع ذلك يعد الغسيل الكلوي في حد ذاته منجاة لهم بغض النظر مما يواجهون من معاناة لا تتوقف، ويعتبر من الأمراض الشائعة قديماً وما زالت موجودة حديثاً. وقد بيّنت الإحصائيات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بهذا الداء، والتي جعلت البعض يتساءل لماذا مرض الفشل الكلوي في ازدياد مستمر؟ وكشف الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بأن عدد المرضى الجدد المصابين بالفشل الكلوي النهائي في عام 2016 بلغ 4551 مريضاً، أي بمعدل حدوث للفشل الكلوي النهائي المعالج بما يعادل 147 حالة لكل مليون نسمة سنوياً. وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد المصابين بالفشل الكلوي إجمالياً في المملكة إلى 16,000 مصاب تقريباً، 6,000 منهم على قوائم الانتظار تبرع لهم بكلية. وينصح الأطباء بأخذ جانب الاهتمام والوقاية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتبني نمط حياة سليمة لتجنب الأمراض المسببة للفشل الكلوي. استديو الإخبارية، ياسمين الصوفان، الرياض. طبعا مشاهدينا الاعزاء، للتعليق على هذا الموضوع، يعني يسرني حقيقه ان نرحب باحد النبلاء المتبرعين، يعني هو احد المتبرعين بكليته واحد النبلاء. انا ذكرت له تحت الهواء انه حقيقه هذه الطريقه الامثل لتقديم هذا الرجل. استاذ عبد الكريم العقيل، حياك الله. طيب، يعني يبدو ان الصوت عندك مش واضح، خلينا على بال ما يصلحون الشباب خلينا نتكلم مع سفيره مرضى الكلى غالية الحازمي. أستاذة غالية، مساء الخير. ألو. يا هلا وسهلا. هلا والله، حياك الله. أستاذة غالية، يعني أنت سفيرة مرضى الكلى ولك تجربة، يعني ودنا نسمعها على الهواء. مرحبا، مساء لكم بالخير. أنا مريضة فشل كلوي، استمت من وضعي الصحي أني أسوي للمرضى شيء، فأنا حاليا سفيرة مرضى الكلى. في حسابي في تويتر أدبر للناس متبرعين، أفرحهم، أنقل تجربة بصورة واضحة، أثقف الناس تجاه المرض، أوعي الناس بموضوع التبرع إنه عمل إنساني ويقدر من خلال الشخص يعيش بسلام يعني وأمان، سواء المتبرع أو المريض. طيب، يعني أخت غالية، السؤال الأهم يعني فيما يتعلق بتجاربكم أنتم في مرضى الكلى، يعني التجارب أكيد أنها تطرح العديد من الإشكالات والتساؤلات، إيش الإشكالات اللي واجهتكم؟ أهم إشكالية عندنا أنه إحنا نكون مرضى الغسيل خصوصا، إحنا الفرد الناقص في العائلة، سواء في الاجتماعات العائلية في الأعياد دائما إحنا الفرد الناقص في العائلة. في الإشكالية الثانية عد نقص التوفر المتبرعين، نقص كبير بصورة، يعني نقعد سنين على المرض، نقعد سنين على الأجهزة وإحنا يعني صغار في العمر، فيضيع عمرنا تحت رهن هذه الأجهزة. طيب، الله طبعا احنا نتمنى دائما وندعو دائما بالشفاء العاجل لكم جميعا. اخت غالية، احنا نشكرك الشكر الجزيل على ما تقومين به في ارض الواقع وعلى مشاركتك برضو معنا اليوم، فيعطيك العافية. اعود لك اخوي عبد الكريم، يعني نتكلم عن تجربتك، انت ذكرت بانه خضت التجربة اكثر من مرة. من 2009 بدأت. من 2009 هي بدايتها، طبعا من 2009 قبل حدوث وسائل التواصل الاجتماعي والنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تصفح عن طريق الجريدة، فلفت انتباه الإعلان عن تبرع الكلى بنفس الفصيلة، فكانت هي بداية التجربة وبداية الدخول في النية بالتبرع. جميل، وإيش صار في هذه التجربة؟ التجربة مشينا بخطوات كلها كاملة، ولكن سبحان الله ما حصل نصيب، يعني ما ندر إلا الآن، ما عجزت لا أعرف الصراحة وش السبب الرفض. قبل العملية، قبل تحديد العملية رفضوا، قالوا خلاص ما في موعد عملية وإن شاء الله خير بغيره. جربت التجربة الثانية عام 2014، كان سبب الرفض اللي هي الفصيلة الدم،
نتيجة مختلفة. فصيلة الدم مختلفة، الأنسجة غير مطابقة، الأشياء هذه. نهاية 2015 تقريبا شفت إعلان عن طريق تويتر عن طريق حساب سفير مرضى الفشل الكلوي اللي هم مطالبين بالتبرع بنصف فصيلة A B موجب. جيد. فأنا بديت استعدادي بالشيء هذا، بدينا بالتنسيق جميل. الحمد لله مع مستشفى الملك فيصل التخصص مشكور، يعني ساعدنا بسرعة التحاليل والأشياء هذه، خلصنا العملية والتحاليل كلها كملت 9 شهور. وبعد كذا أقدمت على الخطوة هذه مع انتهاء العملية، يعني بدينا بالخطوة، بدينا بالإجراءات الأولية، تطابقت الأنسجة، تطابقت الفصيلة، بعدها مشينا بالإجراءات اللي هي إجراءات الفحص، فحص باقي الأمور، الشرايين، أي كلى يختارون، الأشياء هذه، لين ما بدأت العملية الحمد لله بواحد سبعة واحد تسعة ميلادي عام 2015. لا 2016. 2016. إيه كانت هي بداية. كيف كان شعورك بعد العملية؟ والله كشعور تجربة، كل واحد من عندنا خاض عدة تجارب منها فشلت منها نجحت، ولكن هذه التجربة هذه كانت أسعد نتيجة لي وكانت من الأفضل. أنت ذكرت لي إنه في مطالبات من مرضى الفشل الكلوي وكذلك من المتبرعين بالكلى، اذكر لي إياها على الهواء. طبعا مرضى الفشل الكلوي يعانون معاناة من الذهاب بشكل إلى المستشفى بين يوم ويوم عندهم الغسيل الدموي. احنا نطالب من وزارة العمل والتنمية بدمجهم مع مزايا احتياجات الخاصة، بدمجهم مع سوق العمل، بحسبهم مع نطاقات تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص بحيث أنها تكون لهم مزايا للشيء هذا، منحهم سواقين خاصين مع دفع تكاليفهم مثل ما يدفع للاحتياجات الخاصة بالشيء هذا. هذا الشيء هذا كل اللي ذكرته مش موجود، هو الموجود الآن يعطونهم التأشيرة فقط، أما استخدام السائق وتكاليفه والأشياء هذه غير موجودة بالعمل، ما فيها غير موجود الشيء هذا بالمزايا. هذا الحين اللي نطالب فيه بضم اللي هم مرضى الفشل الكلوي بحيث أنهم يدخلون مع النسيج الاجتماعي. طيب رسالة للأشخاص اللي ينوون التبرع، يعني أنت تشجعهم خاصة أنك أنت خضت التجربة وشفت ناس يخضون التجربة معك، وخضت التجربة 3 مرات، هي الثالثة الثابتة. الثالثة هي كانت ثابتة. نعم. طيب رسالة توجهها في 30 ثانية. الصراحة اللي عنده الفرصة أن يتقدم للشيء هذا أنا أنصح بقوة، الحمد لله لا يعاني من أي مشاكل بعد العملية، من أي تبعات من بعد العملية، من أي نقص من الجسم نهائيا، ولكن شيء ناقص فيه الشعور اللي هو عايش فيه أن أنقذ حياة إنسان هذا يعيش معه مدى الحياة، شعور لا يوصف. وأنا أنصح فيه الصراحة أي واحد عنده فرصة بالشيء هذا يتقدم للمستشفى أو مركز السعودي لزراعة الأعضاء. ولا فيه أي إشكالية صارت لك بعد العملية؟ الحمد لله إلى الآن 9 شهور، حتى بعد العملية ب20 يوم قدت مسيرة دراجة اليوم الوطني، وكانت الحمد لله مشيت 17 كيلو يعني، وكانت ولا حصل أي خلل الحمد لله. أنا أشكرك الشكر الجزيل على ما قدمت، والمجتمع كله يشكرك، ونشكرك كذلك شكر خاص على الواجب. يعني جيتك عندنا اليوم وهذا حق ودنا نخدمه بعيوننا. الله يعطيك العافية، أنت اللي سويته كثير، فشكرا جزيلا. أهلا وسهلا. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم غدا بمشيئة الله عز وجل في تمام الساعة 6. كونوا على الموعد، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.